ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جبنا لكم فيديو جديد. ناجي في الليدي بلوتوث دوت بيجي منه انواع جديده بالشكل ده. الريموت بيكون مختلف. الريموت ناجي في القديم بيكون معاه 2 ريموت، لكن ده بيكون معاه ريموت واحد بس. عندنا كلمه الار جي بي ديت اللي هي بتشغل اضاءه خفيفه وبتغير لنا الالوان. عندنا المود دوت اللي هو بيغير لنا اللون بتاع الابيض والاصفر. بنشغل اول من الاحمر كده بالطريقه كده، بنوطي الاضاءه وكده نطفي الار جي بي عشان يبان كده. بنوطي الاضاءه وكده بنعلي الاضاءه. لو عايزين ننور الاضاءه اللي هي لو وايت بالشكل ده كده، وبنهدي الاضاءه اللي هي الابيض. ده بيكون تفاصيل النجف ديت مختلفه شويه. بيكون معاها ترانس واحد للبلوتوز وترانس تاني للام بي 3، او ترانس يعني للام بي 3 وترانس اللي هو البلوتوز ده واحد. وعندنا دايره المود الثانيه اللي هي بتكون متحكمه في كامل في الليد. بتكون عندنا شرايح ليد غير الليد التاني اللي بيبقى موجود في النجف التاني. دي كده تفاصيل الريموت بتاعتنا. ده بنشغل منه كده. عايزين نشغل وضع ليلي من اللي هو ده، يدينا اضاءة خفيفة. عايزين نعلي الاضاءة، نشغل كده ونعلي الاضاءة من الزرار اللي هو فوق كده، نوطي الاضاءة من الزرار ده. عايزين نشغل الاضاءة واحدة بس بالشكل ده. عايزين نعلي الاضاءة بتاعتها من الزرار ده. ده كده بتكون تفاصيل النجفة. انتظرونا ان شاء الله فيديو جديد. سلام.